هذا هو أحد مراكز الاقتراع هنا في الدائرة الثالثة، حيث بدأ الكويتيون منذ الساعة 8 صباحا بالتوافد على هذا المركز وغيره من المراكز للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات البرلمانية التي يعتبرونها حاسمة جدا في هذا الوقت من تاريخ الكويت. يحضر الناخب إلى هنا للتأكد من أوراقه الثبوتية عندما يدخل إلى هذه القاعة المخصصة للرجال، وعند التأكد من أوراقه من قبل اللجنة المختصة يتم الاقتراع السري، وتوضع الورقة في الصندوق المخصص. وأعرب العديد من المشاركين عن أملهم في أن يلبي المجلس الجديد تطلعاتهم. أنا مصوت من قبل أكثر من مرة، حصل في انتخابات أنا قاطعت فيها، الانتخابات قبل السابقة كان بسبة الظروف اللي كانت مر فيها الانتخابات، ويعني رفضي لبعض الممارسات لأن فترة المقاطعة انتهت في وجهة نظري. زين، فالحين صوت الشباب جدا مهم. صراحة أنا مشكلة البطالة عندنا الشباب، يعني نهتمون بالشباب أكثر، تعرفين إن هم مستقبل هالديرة. يستمر التصويت حتى الساعة 8 من مساء اليوم، حيث تغلق صناديق الاقتراع في كل الدوائر هنا في الكويت، ومن المتوقع أن تبدأ النتائج النهائية بالظهور في ساعات منتصف الليل، على أن تعلن النتيجة النهائية رسميا صباح غد. أصانع كرماوي، بي بي سي الكويت. وزميلي النشيط عصام عكرماوي معي الآن من الكويت. عصام، مرحبا بك، لو تطلعني على مسار التصويت لديك ونسب التصويت. توني، هذه الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع شهدت المزيد من الإقبال. بدأ الإقبال ضعيفا صباح اليوم، لكنه يعني أخذ نوع من الزخم مع قرب إغلاق الصناديق في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي. هنا فكرة موجزة عن صناديق الاقتراع، هنا لديهم صناديق أو مراكز الاقتراع مخصصة للرجال وأخرى للنساء. نحن أمام مركز مخصص للنساء في منطقة الفردوس في الدائرة الرابعة. الكويت مقسمة إلى 5 دوائر انتخابية، لكل دائرة من هذه الدوائر 10 ممثلين في البرلمان الجديد. كما قلنا، هذه الانتخابات تجري حسب نظام الصوت الواحد. كان هناك تعديل على القانون الانتخابي قبل سنوات، قاطع العديد من التيارات والمرشحين هذه الانتخابات احتجاجا على القانون الصوت الواحد، وطالبوا الحكومة بإلغائه، لكن الحكومة تمسكت موقفها وأصرت على أن تجري انتخابات على أساس الصوت الواحد، وهو ما يجري الآن. عاد هؤلاء أو جزء من هؤلاء المقاطعون إلى المشاركة من خلال الترشح ومن خلال الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي تجري اليوم في وقت يعني يعتبر جديد بالنسبة للكثير من الكويتيين. لو تحدثنا عن أهم ما يشغل الكويتيون الذين يصوتون اليوم، هو بلا شك الملف الاقتصادي. إعلان الحكومة بالزبط. مؤخرا أنها تواجه عجزا ماليا اضطرها إلى رفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية. هل هذه هي النقاط الوحيدة عصام التي تشغل الشارع الكويتي، قضية الاقتصاد؟ لأنه هذا ما قرأته على الأقل أثناء تحضيري لهذه الفقرة، لكن يقال أيضا أنه الشارع الكويتي عصام متذمر من كثرة الانتخابات وعدم فعالية هكذا نظام سياسي. صحيح توني، الناس الذين تحدثنا إليهم تحدثوا عن عدم الاستقرار السياسي، عن غياب البرلمان الفاعل الذي يحاسب الحكومة ويدقق ويعني يستجوب الوزراء. قالوا إن الحكومة استفردت بالشعب وقامت بخطوات عديدة دون الرجوع إلى البرلمان، لأن البرلمان لم يكن فاعلا بما فيه الكفاية، كان ضعيفا. هناك ملفات يتحدث عنها الكويتيون مثل الفساد، مثلا تحدثون عن إهدار المال العام. الكويت كما تعلم دولة غنية، من الدول الغنية الرئيسية في العالم، مصدرة للنفط، لديها صناديق استثمارية بالمليارات في الخارج، ومع ذلك يقول الكويتيون أن الحكومة لجأت
إلى إجراءات التقشف هذه مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء التي تضر بالطبقات المتوسطة والفقيرة، الموظفين مثلا، المتقاعدين، هؤلاء الناس، ويلومون الحكومة على هذه الإجراءات ويطالبونها بدلا من ذلك بوقف الهدر العام وبفرض ضرائب على الشركات الكبيرة التي تستغل هذا النظام الموجود الآن في الكويت لتحقيق مصالح مادية. هذه يعني أمور تسمعها هنا عندما تتحدث إلى الناس سواء من المرشحين أو من الناس العاديين المصوتين في هذه الانتخابات. إذا الهم الأساسي هو الهم الاقتصادي المعيشي للكويتيين. عصام عكرماوي، موفد بي بي سي إلى الكويت، شكرا جزيلا.